إن شاء الله راح نتكلم عن داء الكاواساكي. هذا مرض من الأمراض. طبعا أن داء أو مرض الكاواساكي يعتبر من الأمراض الأطفال القامضة والنادرة جدا، وهو يصيب الأطفال تحت سن 5 سنوات. طبعا أعراض داء الكاواساكي تشمل الحمى الشديدة وطفح جلدي على شكل رقع، وأيضا تورم واحمرار في اليدين والقدمين، أيضا احمرار باللون الدم في العيون، وتشقق في بعض القطع في الجسم، وأيضا احمرار في الشفاة، تكون الشفة لونها أحمر احمرار شديد. ونهمل علاج داء الكاواساكي يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضرار كثيرة بجهاز القلب، قلب الطفل، يمكن أن تكون أيضا قاتلة. طبعا لم يتمكن الأطباء حتى الآن من اكتشاف ما الذي يسبب مرض الكاواساكي حتى الآن. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.